جديدة من أصداء اليوم في أبرز عناوينها: استنكار محلي ودولي لتعطيل قرارات الشرعية الدستورية، وعلى عدسة أصداء اليوم: جرحى لو در صمود رغم الألم. أهلا بكم. سياسية خارج إطار المبادرة الخليجية والالتزام بالشرعية الدستورية الممثلة بشخصية الرئيس هادي وقراراته التي لا زالت بعض الأطراف تعطل تنفيذها لأبعاد سياسية، غير أن هذا التعطيل يواجه باستنكار محلي ودولي كبير. مع المنصر التفاصيل. عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي هو التحدي الحالي وفقا لمؤشرات مسار العملية السياسية. زيارة المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء تؤكد ذلك تماما وتؤكد التعقيد الحاصل في هذا الجانب، لكن الغريب في حالة التمرد على هذه القرارات هو أن الأطراف الرافضة للتنفيذ هي أكثر من كانت تتحدث عن الالتزام بشرعية السلطة، بينما هي الآن أكثر من تتمرد عن التنفيذ وتقف عائقا أمام السلطات الرئيس من جهة وأمام استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية من جهة أخرى. السفير الأمريكي بصنعاء في إطار هذا التطور كان له لقاء مصغرا مع عدد من الصحفيين اليمنيين اليوم، حيث ناقش معها مستجدات وتحديات العملية السياسية وعمن يحاولون تعطيلها وفيما يتعلق برؤية المجتمع الدولي وموقفه من هذا التعطيل والتعقيد. قال السفير بأن كل الخيارات مفتوحة أمام المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات والعقوبات، مؤكدا أن العالم لم يصمت طويلا أمام من كان يشغلهم بالشرعية الدستورية واليوم يعملون على عرقلة الاتفاق السياسي، حيث لا زالت بعض الأطراف تتعامل مع الأمر من زوايا تأخذ أبعادا في الصراع السياسي والعسكري. جمال بن عمر الذي يزور صنعاء حاليا ويقود لقاءات موسعة مع أطراف العمل السياسي شدد على إنهاء هذه الإشكاليات ومعالجة التمرد على قرارة الرئيس التوافق عبد الرب منصور هادي، ما لم تعلم أن مجلس الأمن الدولي سيتخذ الإجراءات ضد كل من يتمرد ويخلق التوتر، ظنا منه أن هذه المحاولات قد تعيد المشهد السياسي إلى المربع الأول، لكن ذلك لم يكن ولن يسمح المجتمع الإقليمي والأوروبي ببقاء تلك الأطراف تدور في دائرة مشاريعها الضيقة. معاذ النصر لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا حول هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ راجح بابي. أستاذ راجح مساء الخير، اليوم أنت ومجموعة من الصحفيين التقيتم بالسفير الأمريكي في لقاء مصغر في الحقيقة، مجموعة من الصحفيين فقط. كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي للأطراف التي إلى حد الآن تعطل تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية؟ مساء الخير يا أخي عبد السلام لك ولجميع مشاهدي قناة السعودية. حقيقة كان اللقاء اليوم مع سعادة السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد هارستاين لقاء متميزا، ربما تميز هذه المرة بشكل أكبر بالشفافية والصراحة بشكل كبير. اللقاء حقيقة استمر قرابة الساعة، تم مناقشة فيه عدد محدود من القضاء لكن بشكل موسع على القضية الأبرز التي أخذت الحيز الأكبر من هذا اللقاء، هي قضية عدم تنفيذ قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي من قبل أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وخاصة قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر. السفير من خلال هذا اللقاء وجه رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل أو التفسير. من وجهة نظري كان أهمها أن الرسالة الأولى أنه لا يمكن التراجع عن هذه القرارات نهائيا، وقال بالنص أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لا يوجد لديه أي استعداد للتراجع عن تنفيذ هذه القرارات، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية توصي الرئيس هادي أيضا بعدم التراجع عن هذه القرارات. كما أكد سعادة السفير أن هذا الموقف ليس موقف الولايات المتحدة الأمريكية فقط وإنما موقف المجتمع الدولي بأكمله،
ولقد شعرنا حقيقة نحن الحاضرين أن الموقف أن الموقف الأمريكي موقف يعني مطلع على كل جوانب وأبعاد هذه القضية مطلع، لكن هل هو حازم أستاذ راجح هل يمكن القول الآن بأن الموقف الأمريكي هو أكثر حزما في تنفيذ هذه القرارات أو في دعم تنفيذ هذه القرارات بعد كأن كان بالأمس يعتمد على اللقاء والتسوية بين الأطراف السياسية؟ حقيقة أنا بعد ما استمعت اليوم إلى سعادة السفير الأمريكي بصنعاء لم يخالجني الشك مطلقا أن الولايات المتحدة وأن المجتمع الدولي بأكمله غير جاد في تنفيذ القرارات. من استمع اليوم لما قاله السفير الأمريكي سيخرج بنتيجة وحيدة أن الموقف الأمريكي حازم وجاد ضد من يقفون حجر عثرة في عرقلة تنفيذ قرارات الرئيس. الجديد الذي أريد أن أؤكد عليه هنا أنني تلمست اليوم مع الزملاء الذين حضروا هذا اللقاء أن الموقف الأمريكي مطلع على تفاصيل هذه القضية بشكل عميق جدا، والدليل هو قول السفير الأمريكي عندما قال أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة ممن كانوا قبل أشهر قليلة يتحدثون عن الشرعية الدستورية وضرورة احترامها، وأن هؤلاء الذين كانوا ينادون بهذه الشرعية هم اليوم من يخالفون هذه الشرعية. القضية الأخرى أن السفير لم يحدد أشخاص فقط هم الذين يرفضون قرارات الرئيس هذه، إنما سماهم بالممانعين والذين دعاهم بهذا اللفظ إلى الانصياع للقرارات. هنا تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن من يرفض قرارات الرئيس عبد الرب المنصور هذه ليسوا أشخاص معينين الذين صدرت بحقهم قرارات نقلهم من مراكزهم في قيادات الأنوية العسكرية أو القوات الجوية إلى معسكرات أخرى، إنما هناك يفهم من كلامه أن هناك العديد من الأشخاص من يقفون وراء دفع هذه القيادات العسكرية لرفض قرارات الرئيس هذه. بشكل عام السفير كشف عن نقطة مهمة جدا في مؤتمر الصحفي اليوم عندما كشف عن حوار في المجتمع الدولي يجري الآن هذه الأيام للرد عندما صدر ذلك أن هذا الحوار يجري للرد على هذه الممانعة في تنفيذ القرارات الرئاسية. من خلال هذا الوصف نعتبر أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبر طرفا فاعلا في القضية اليمنية، وأن هذا الطرف الولايات المتحدة هو للرد على من يعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية، خاصة وأن سعادة السفير أكد أن ما قام به الرئيس هادي في قراراته الأخيرة ينسجم تمام الانسجام مع روح المبادرة الخليجية ويحظى بدعم المجتمع الدولي بأكمله. طيب استاذ راجح، انت قلت بأن الولايات المتحدة طرف فاعل في القضية اليمنية، لكن هل الولايات المتحدة الأمريكية مستوعبة لتعقيدات المشهد اليمني بشكل عام ولديها حلول وأطر للتعامل مع هذه التعقيدات؟ حقيقة لابد أن أؤكد هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع الملف اليمني المنحصر الآن في قضية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا تحدد أن تعمل منفردة، وهذا ما لمسناه اليوم من كلام سعادة السفير الأمريكي عندما لم يكن يرغب في حديثه أن يتحدث عن موقف أمريكي منفرد، إنما كان يتحدث عن موقف مجتمع دولي بأكمله، وعندما يتحدث بشكل أكثر تحديدا يتحدث عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. سعادة السفير أكد مرارا وتكرارا في حديثه اليوم معنا أن البيان الذي صدر في شبه إبريل من قبل سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية هو موقف هذه الدول إلى الآن، ولا تغيير في هذا الموقف. البيان كان داعم لأن السفير أعطى إشارات أن المجتمع الدولي ربما لن يتحرك خلال الأيام القليلة القادمة لأنه كشف اليوم عن تحرك لمن وصفهم بالحكماء في اليمن لإقناع هذه القيادة السياسية لتنفيذ قرارات القيادات العسكرية لتنفيذ قرارات الرئيس، ووضع هذه القيادات الرافضة أن تنتبه لمصالحها. إذا نحن أمام تهديد جدي أن مصالح هذه الشخصيات هي معرضة الآن للخطر من قبل المجتمع الدولي إذا لم تنفع الآن لصوت العقل والوفاقة من أسمائهم السفير بالحكماء من اليمنيين الذين يسعون لإقناع هذه القيادات العسكرية.
انتخابات رئيس الجمهورية بإطالتهم وتغييرهم من مناصبهم. الموقف الأمريكي والموقف الدولي يواضح أنه يدرك كل أبعاد العملية السياسية في اليمن. المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد اليمن أن تنجر إلى ترفع الفوضى والعنف، ولا تريد أن تراهن على احتمالات غير مأمونة النتائج. لذلك الموقف الأمريكي اليوم وكان الموقف الدولي، وأنا شعرت أن السفير الأمريكي يتحدث بلسان دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، أن هذا المجتمع لم يسمح لأي قوى كانت أن تجر اليمن إلى غرب. أشكرك جزيلا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ راجح حبادي. ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الأستاذ علي سيف حسن. أستاذ علي سيف مساء الخير ورحب بانضمامك معنا في أصدى اليوم. كيف يمكن أن نتحدث عن الشرعية السورية واحترام السلطات الموجودة في اليمن في حين هناك من يرفض قرارات رئيس الجمهورية وهم من الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ المبادرة؟ أخي الكريم، هذا المشهد اليوم يذكرني بذلك المشهد السابق الذي شهدناه قبل حوالي عام، عندما صادر الرئيس السابق على عبد الصالح قرار بتعيين أو بتغيير قائد المنطقة الشرقية ولم يستطع إنفاذ قرار، وذلك الحين وحين قلت أن الرئيس على عبد الصالح فقد القدرة على الحكم ولم يعد ما حرى صالح على استمرار الحكم، لأنه لم يستطع أن ينفذ قرارة المؤسسة العسكرية وهي أهم مؤسسة عسكرية، أهم مؤسسة الدولة. رئيس الجمهورية عندما يعجز عن انتهاء قراراته فكان من الأصعب له أن لا يتخذ هذه القرارات ما لم يكن متأكدا من فرض طاعات جديدة. نحن هنا نتحدث عن شرعية واقع، عدنا اليوم إلى شرعية الأمر الواقع وخرجنا عن شرعية سوريا. نحن سوريا مثل ما كان رئيس الجمهورية السابق عن عبد الصالح شرعية ليغير قائد المنطقة الشرقية ولم يتقدم من تغييره ولم يجرؤ حتى على التفكير بتغيير قائد المنطقة الغربية، ها نحن نشهد الأخير رئيس الحالي عبد المنصور هادي وهو يقف مكتوب في الأيدي، وها نحن نسمع الصحفيين والإعلاميين يستعينوا بالأمريكان وبالموقف الأمريكي والدولي. أعتقد نحن في وضع خاطئ وغير طبيعي ولا بد من إعادة أستاذ علي. الموقف الدولي والأمريكي، كل الأطراف السياسية راهنوا عليه، المؤتمر المشترك غيرهم راهنوا عليه وجعلوا المواقف الأمريكية والأوروبية خاصة العشر الدول الراعية للمبادرة الخليجية مراقبة لما سيتم من تنفيذ أو تعطيل، فبالتالي الآن ما الضير ما العيب في أن يكون الإنسان يعود البعض إلى هذه الدول لكي يراقبوا ويضغطوا على من لم يلتزم؟ أخي الكريم، أنا معدت هذا الجانب، ولكن هل نريد رئيس سفراء يصحوا كل قرارات ويدعموا كل قرارات يتخذ رئيس الجمهورية؟ أنا أعتقد أن الأمر فيه خلل كبير جدا وعلى الطرفين أن يعودوا للوقوف وقفة جادة. أنا من ناحية قانونية والشرعية رئيس الجمهورية يمتلك كل الشرعية وكل قانونية في اتخاذ قراراته، وكان يجب على المؤتمر الشعبي العام وأنصار الأخ الرئيس السابق إن كانوا فعلا رافضين لهذه القرارات فليدعموا مجلس النواب، وكان بإمكانهم سحب التقدم للحكومة دون الاعتراض على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية. يعني كان ممكن ينفذوا قرارات يلزموا أعضائهم أو أنصارهم أو من هم محسوبين عليهم بتنفيذ القرارات ويذهبوا إلى مجلس النواب ويسحبوا التقدم للحكومة الحالية إن كانوا غير واثقين من أدائها. لكن الوضع الآن خرج من شرعية السورية والشرعية القانونية وانتقلنا مرة أخرى إلى شرعية الأمر الواقع، وهو لدينا حكومة لا تستطيع تنفذ قراراتها، كم قرار اتخذت الحكومة وتراجعت عنه إذا لم تستطع تنفذها، وكم قرار اتخذنا في الرئيس ولم يستطع تنفيذه، وبالتالي ما لزمة هذا الشكل الهلامي من السلطة الذي لا يستطيع يحكم. وعليه في هذا الشكل الهلامي للسلطة كما تقول، هل نحن أمام مشهد فيه تدوين للوضع اليمني نظر لعدم أهلية هذه الأطراف في تنفيذ التزاماتها؟ هذا ما أخشى أخي كريم. أشكرك جزيلا المحلل السياسي الأستاذ علي سيف حسن، كنت معنا من صنعاء. حين أخذت حكومة الوفاق فتح قنواتها مع شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني القادم، تعددت أهواء في ساحات الشباب بين المواقف وشروط المشاركة وكيفية التنفيذ، ففي الوقت الذي أرادت فيه اللجنة التنظيمية أن تكون هي الإطار والبوابة كان
عدد من شباب الثورة لقاء خاص صباح اليوم مع دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص. محمد النقيب والتفاصيل. من ينتفع من جراح الشعب ليكسب مؤتمر الحوار الوطني؟ وهو السؤال المتبادل هذه الأيام بين أنصار حكومة الوفاق الوطني وقواها الطامحة وشباب الثورة. الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية، لجنة الاتصال الفعال مع شباب الثورة كما ذكرت في المبادرة الخليجية، يتهمها شباب الثورة أنها تعمل على اعتبار أنها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وتقوم بفرض آلية غير مقبولة حسب قولهم في تمثيل الشباب بالحوار الوطني. رفض البدء بأي حوار مع اللجنة الوزارية إلا بعد الاتفاق على الإطار المرجعي لعمل اللجنة بحسب الاتفاق الأخير، ولابد من النقاش حول مطالب الثوار قبل البدء بالحوار. ومن المفترض أن تتعامل اللجنة الوزارية مع اللجنة التنظيمية من منطلق الشراكة، ويتم الترتيب لأي اجتماع بعد الاتفاق على آلية التنسيق مع اللجنة التنظيمية. وقد عبرت اللجنة التنظيمية لثورة الشباب بساحة صنعاء عن ذلك في بلاغ صحفي، وأعلنت اعتذارها عن حضور الاجتماع في مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم. اليوم قام الشباب بالتوضيح للجنة الوزارية والحاضرين الممثلين الاتحاد الأوروبي والسفارات الداعمة للآلية أنهم لن يقبلوا أن يكون هناك وفاية عليهم فيما يخص الحوار، وأن لديهم القدرة على أن يخرجوا برؤية موحدة. هم يريدون أن يكون ما يطرح من خلال الساحات يأتي من خلال الشباب أنفسهم، لا يأتي من خلال الوزارات أو من خلال الجهات الوزارية وأن تتدخل الوزارات. بلاغ اللجنة التنظيمية أكد رفض شباب الثورة لأي حوار مع اللجنة الوزارية إلا بعد الاتفاق على الإطار المرجعي لعمل اللجنة والنقاش حول مطالب الثوار قبل البدء بأي حوار وطني. إذا كانت هذه اللجنة بتنزل للساحات من أجل فرض الحوار على الشباب، من أجل أن تتسطر المشهد وتختار هي الشباب وتختار رؤية الشباب، فهذه اللجنة مرفوضة تماما ومرفوضة أي حوار معها. تكلمنا مع اللجنة بكل صراحة أنه إذا كانت مهمة اللجنة هي معرفة طلبات الشباب، فطلبات الشباب معروفة للعالم أجمع، أنه من أجل دخولنا حوار لدينا شروط أساسية قد وضعناها مرارا. ولم تنسى اللجنة التنظيمية نفسها، إذ نصحت اللجنة الحكومية في بيانها بالقول: من المفترض أن تتعامل اللجنة الوزارية مع اللجنة التنظيمية من منطلق الشراكة، ويتم الترتيب على أي اجتماع كان. وقد كان الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين رئيس الحكومة وشباب من الساحة الاجتماع الذي استمع فيه باسندوة رأي الشباب في الحوار الوطني وشروطهم ووجهات نظرهم في شكل الدولة المدنية الحديثة. طبعا هم اليوم اللقاء يعني كان مثمر وجيد، يعني كلقاء ابتدائي. صدموا اللجنة الوزارية بمطالب شباب الثورة، كان يتهيأ لهم انه بمجرد ان يدعو الشباب الى حوار انه سيكون هذا امر مرحب به. وكانت اللجنة التنظيمية للثورة قد اعلنت 20 شرطا ثورية للمشاركة في الحوار الوطني، ولكل طرف من اطراف الحوار الوطني له شروط جمة لا حد لها. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة بساحة التغيير حبيب العريقي. حبيب مساء الخير. في البداية لو تحدثنا عن أسباب رفضكم في اللجنة التنظيمية المشاركة مع الشباب في لقاء دولة رئيس الوزراء اليوم. حبيب اللجنة التنظيمية، ما أدري إذا كنت استمعت إلى سؤاله. نعم استمعت إلى سؤالك. إحنا كان معنا لقاء قبل يومين مع اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء، وأعطيناهم وجهة نظرنا إنه لابد من الاتفاق على إطار مرجعي متفق عليه في قضية الاتصال بالشباب بحركات الشباب. واحنا حددنا وجهة نظرنا في قضية آلية الاتصال بالمكونات الشبابية، لكننا فوجئنا بتسارع الدعوة إلى لقاء، وكنا لا نعلم ما هو الهدف منه وما هو جدول أعماله وإيش ما هي الترتيبات المسبقة لعقد هذا اللقاء. رأينا أن هناك انفراد في الخطوات من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل بالذات رئيس اللجنة الصحفية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، وفي تسارع بدون أن يكون هناك أي تنسيق أو ترتيبات أو اتفاق على جدول أعمال أو أهداف لهذا اللقاء.
فاعتذرنا على ضوء ذلك من هذا اللقاء واعلمنا اليوم مصفوفة مطالبنا التي نرى انها مرجعا لاي حوار قادم او اي اتصال مع اي اعتراضكم على آلية التواصل ما صدر عن اللجنة التنظيمية. اعتبرتم فيه أن اللجنة التنظيمية للثورة هي الممثل الذي يجب أن تتواصل معه اللجنة الوزارية، لكن السؤال هل ينسجم هذا الطرح؟ مع وجود كل هذه التمويلات الشبابية تفضل اللجنة من آلياتها كترتيب وترتيب وتنسيق. احنا لن نقول اننا الممثل الشرعي ولم نذكر هذا في اي موقع، لكن قلتم ان يكون في تنسيق في آلية التواصل معكم. احنا بصفتنا هي ادارة الساحة والقيادة التنظيمية للساحة كنا نتمنى ان يكون هناك تنسيق، لكن وجدنا ان هناك خطوات انفرادية تقوم بها اللجنة دون رجوع الينا، ورأينا ان هناك تدخل لبعض المنظمات من خارج الساحة، ورأينا ان يكون هناك اتفاق على تحديد آلية واضحة في خريطة التنسيق والاجتماعات واللقاءات لتخرج هذه الاجتماعات بقرارات فعلية وعملية. لكن اكثر من الغريب في الامر حبيب انه اكثر من سنة هناك خلاف بين التكتلات وبين اللجنة التنظيمية وكانت الامور تمشي يعني دون اي مشكلة. الان من الذي يقود الشباب؟ من الذي يمثل الشباب؟ هل غياب الممثل للشباب يخدم اللجنة التنظيمية؟ لماذا يحصل كل هذا في هذا الظرف بالتحديد؟ والله احنا نعتبر ان هذه ظاهرة صحية، نحن في حالة ثورة والثورة ظاهرة صحية اذا كانت في اطار الساحة لكن الموقف مع الحوار الوطني ليس ظاهرة صحية ربما او مع خارج او في خارج اطار الساحة. احنا بالنسبة للتمثيل لا يهمنا التمثيل، احد بقدر ما يهمنا الاهداف والمطالب التي ينبغي ان تكون ارضية لاي حوار او تواصل مع اي جهة. احنا الان قبل قليل اعلنا مصفوفة مطالبنا واعلناها للرأي العام من خلال العديد من وسائل الاعلام وحددنا مطالبنا بوضوح. لا يهمنا آلية التواصل، لا يهمنا من يمثل الساحة، بقدر ما يهمنا المطالب والاهداف التي ينبغي ان نلتف جميعا حولها. اشكرك اشكرك جزيلا حبيب العريفة عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة بساحة التغيير. انضم الينا القيادي في الثورة الشبابية الشعبية باسم الحكيمي. باسم مساء الخير، انت ممن التقيتم برئيس الوزراء، لو تحدثنا عن ابرز ما تم تناوله مع دولة الرئيس. انا سهلا فيك دار اليوم النقاش مع الأستاذ باسم جلاء حول موقف الشباب من الحوار الوطني، ما هي شروط الشباب للدخول في الحوار الوطني. نحن أبلغنا اللجنة الوزارية المكلفة للتواصل مع الشباب أننا لم نشارك في أي حوار ولم ندخل في أي عملية حوارية ما لم يتم تحقيق شروط وهي شروط الثورة، وهذه الشروط هي شروط ضرورية لنجاح الحوار، لأنه قبل الدخول في الحوار لا بد من تهيئة الأجواء، لا بد من إيجاد مناخ ملائم لإتمام عملية الحوار. وأول شروط هذه الحوار تتمثل في إقالة أقارب علي عبد الله صالح من المؤسسة العسكرية. لا يمكن أن ندخل في حوار واليد لا زالت على الزناد. اختفاء علي عبد الله صالح من مشهد الحياة السياسية لن يغير شيء. نظام علي عبد الله صالح هو مؤسسة عسكرية، لا يوجد نظام سياسي، وبالتالي بقاء أقارب علي عبد الله صالح في المؤسسة العسكرية يعتبر بالنسبة لنا عائقا أمام دخول الحوار، لأن المؤسسة العسكرية هي التي تسمع. يعني هذا النقاط فقط أم هناك نقاط أخرى؟ لا هناك العديد من النقاط، ولا بد من إخراج المعسكرات من المدن الرئيسية وعاصمة المحافظات، لا بد من إجراء تغييرات مناسبة لقيادة الأجهزة العسكرية، لا بد من معارضة القوى، لا بد من معارضة الجرحى، لا بد من رعاية خاصة لأسر الشهداء، لا بد من الإفراج عن المختطفين على ذمة المظاهرات السلمية،
لا بد من إعادة المصرحين إلى وظائفهم نتيجة لإضاءتهم بالانضمام إلى الثورة. هذه كلها لا بد أن تتحقق قبل الدخول في حوار. طيب نقطة أخرى، اليوم اللجنة التنظيمية رفضت اللقاء برئيس الوزراء وكان لها بيان ربما كان اعتراضها على آلية التواصل، ولعلك استمعت، اللجنة التنظيمية تريد أن يكون التواصل عبرها لأنها هي من تدير الساحة، هل يستقيم ذلك مع وجود المكونات المختلفة؟ أولا أريد أن أقول لك أن اللجنة التنظيمية هي فرضت على الساحة فرض دون عملية انتخابات حقيقية قائمة على المنافسة، هي تمثل أحزاب اللقاء المشترك وفرضت فرض دون عملية تنافسية، وما يتم الآن من اعتراض من قبل اللجنة التنظيمية هو عبارة عن تبادل للأدوار. أحزاب اللقاء المشترك تريد أن تجعل لها خط رجعة فيما إذا تم فشل الحوار، قد أعلنت اللجنة التنظيمية التي هي المكون الأصغر لأحزاب اللقاء المشترك أنها رافضة الحوار، وبالتالي لا تريد أحزاب اللقاء المشترك أن تلعب بكل أوراقها السياسية، تريد أن تجعل لها خط رجعة في حالة ما إذا تم فشل الحوار. الشباب الثورة عن طريق اللجنة التنظيمية قد أعلنوا وصلهم للحوار، فأعتقد هذه نوع من الدبلوماسية السياسية، موقف اللجنة التنظيمية من موقف أحزاب اللقاء المشترك، وهذا نوع من التكتيك السياسي الطويل. أشكرك جزيلا القيادي في الثورة الشبابية الشعبية باسم الحكيم، وكنت معنا من صنعاء. مشاهدينا نذهب إلى فاصل من الإعلان، نعود لاستكمال أصدار. أهلا بكم من جديد. عدسة أصداء اليوم التي كانت حاضرة عند تشكيل اللجان الشعبية وملتقى شباب لودر في أبين، والتي حافظت هذه اللجان على حضورها في مشهد الصمود البطولي لأبنائها، هي اليوم ومن باب الوفاء تقوم بزيارة الجرحى من صمود لودر للعلاج في مستشفيات محافظة أدن. رضوان السماوي والتفاصيل. في بادرة تعودت على مثلها قناة السعيدة، ومن باب تسليط الضوء على ما يعانوه، ومن باب رد الجميل لما قاموا به من تضحيات من أجل الوطن، نزلت كاميرا قناة السعيدة لزيارة عدد من جرحى مواجهات لودر من اللجان الشعبية، والذين توزعوا على عدد من مستشفيات عدن الخاصة بسبب عدم وجود مستشفيات مؤهلة بلودر وعدم وجود كوادر طبية تقوم بمعالجتهم. في حسن الموضوع لأننا على ما يبدو أن لا تحرك معك فاعل مثل عمل على الميدان، لأن تكون جماعات لا تكون إلا تكون جماعات تسريبة، وبالتالي لا يمكن أن تكون صعبة على دولة. في الوقت الذي كشفت المقاومة الشعبية أن هذه الجماعات ليست إلا وقاعة، ليست إلا شبح منوار مدعوم من جهات الوطن النظام السابق، وهذا أدعو الأحزاب السياسية إلى القرار بدورها وإلى إعادة هيكلة القوات المسلحة وبدء ببدء تكون اللواء المرابط في لودر، لأنه عند انطلاق المرحلة الأولى من المقاومة وعند قيام قائد اللواء كانت هناك نتائج إيجابية، وعند عودة القائد انعكست النتائج وحتى إصاباتها متنوعة، البعض منها خطيرة جدا، لكن ما يحز في النفس أكثر هو أنهم بعد كل ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن يتحملون نفقات علاجهم في المستشفيات الخاصة، ناهيك عما يتحملونه من مشقة وعناء في انتقالهم من لودر إلى مدينة عدن بسبب الحرب الدائرة هناك، فهم يتنقلون عبر عدة مناطق مثل يافع وردفان ولحج، ونحن في أصداء اليوم باسمهم نناشد وزير الدفاع ووزير الصحة بالالتفات إليهم، ليس من باب الإنسانية فقط بل من باب الواجب الوطني بتقديم كل الرعاية الصحية لهم وعلى حساب الدولة وتأمين الطرق عندما يتم نقلهم من لودر إلى عدن، وفاء وعرفان لما قدموه من تضحيات لأجل الوطن. رضوان السماوي لبرنامج أصداء اليوم.
وصلت محافظة عدن القافلة الطبية المصرية التي جاءت في سياق العمل الإنساني بالتنسيق مع المجلس الأهلي لعدن. القافلة ستقوم بعدد من العمليات لجرحى شباب الثورة والحراك وبعض الأعمال الإنسانية الأخرى. هذا الجهد الإنساني للأسف لم يحظى بتقدير بعض الجهات المختصة في المحافظة. نتابع. برعاية محافظ محافظة عدن وبدعوة من مجلس عدن الأهلي، استضاف اليوم المستشفى الجمهوري ومستشفى الوحدة بعدن قافلة طبية مصرية، وذلك لمدة 5 أيام. سيقوم الفريق الطبي الذي انقسم الى قسمين، الاول بمستشفى الوحدة الشيخ عثمان والثاني بمستشفى الجمهوري بخورمكسر، سيقوم باجراء العمليات الجراحية العامة والتجميلية ومنها جراحة المخ والاعصاب مجانا، وذلك لجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي، اضافة الى الاسر الفقيرة والغير قادرة على دفع تكاليف مثل هذه العمليات والغير ممكنة داخل البلد. تأتي هذه القافلة في إطار التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مصر واليمن، لكن ما يؤسف له بحسب تأكيد المصادر هو التجاهل الذي قوبلت به القافلة من قبل مكتب الصحة بعدن وعدم الاهتمام بها، ما أدى إلى ضعف الإقبال على القافلة من قبل المرضى نظرا لعدم توضيح مكتب الصحة بوجودها في عدن والدور الذي ستقوم به. ويرجع المراقبون أسباب ذلك التجاهل إلى عوامل حزبية، كون الشريحة المستهدفة والمعنية من القافلة هم جرحى الثورة الشبابية وأنصار الحراك. تم بتقرير الزميل محمد البطاح. نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم. لم يبقى لنا إلا أن نشكركم على طيب الاستماع والمتابعة. نذكركم بإمكانية مشاهدة أو متابعة قناة السعيدة من خلال العنوان الظاهر على شاشة www.saida-tv.com أو من خلال صفحاتنا الرسمية في فيسبوك ويوتيوب. طابت ليلتكم. دمتم مدام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.